أحد أعلام جاد الشوامخ وقادتها الدينيين المخلصين بعد الصراع مع المرض، وحيث وصل جثمان الفقيد إلى مطار حسن جاموس الدولي ليلة البارحة عند الساعة 11:30، وكان في مقدمة مستقبل جثمان بأرض المطار وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد عبد الكريم بخيت وكبار أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبعض ممثلي الكنائس وأسرته وجمع كبير من المسلمين. هذا وقد نظمت الحكومة التشادية اليوم صباح اليوم مراسم تأبين رسمية لفقيدها وابنها البار فضيلة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حسين حسن بكر، وذلك بحضور رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو وبعض من ممثلي البعثات الدبلوماسية والشخصيات البارزة وكبار رجال الدين إلى جانب أسرة الفقيد وحشد كبير من المسلمين. كانت المراسم التأبين ميدان الأمة، نتابع هذا التقرير. في أجواء يخيم عليها الصمت والحزن العميق وسط الحاضرين بساحة الأمة التشادية، وصلت السيارة التي تحمل جثمان فقيد الأمة التشادية والعالم الإسلامي فضيلة الدكتور حسين حسن بكر الذي وافته المنية مساء 14 من يناير من العاصمة الفرنسية باريس إثر مرض ألم به، حيث تخلل حفل تأبين الراحل كلمة الأسرة التي قدمها ابن الفقيد فيصل حسين حسن الذي شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على وقوفه بجانب المرحوم من مرضه وحتى وفاته، ومن ثم قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدعيم عبد الله كلمة مخطضبة سرد فيها مآثر المغفور له واصفا إياه بأنه كان موجها وأبا للجميع. من جانبه القس وينا بوتيفار في كلمته باسم منبر الأديان قال إن تشاد فقدت رجلا يمتاز بمميزات قل ما تتوفر في إنسان، وكان محبا لوطنه ولشعبه وناصح أمين. وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد عبد الكريم بخيت في خطابه التأبيني قال إنه وفي هذه اللحظات الحزينة اجتمعنا من أجل تأبين الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الذي غادر الحياة الفانية والقصيرة، لله ما أعطى ولله ما أخذ، فباسم الحكومة نقدم تعازينا الحر لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأسرة المرحوم ولجميع التشاديين بهذا المصاب الجلل. واختتمت المناسبة بقراءة سورة الفاتحة من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على جثمان الفقيد داعيا له المغفرة وحسن الخاتمة، وهكذا توجه الموكب الجنائزي إلى المسجد الكبير للملك فيصل للصلاة عليه. وقد قدم ابن الفقيد فيصل حسين حسن كلمة أسرة الراحل فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر شاكرا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وجميع الذين وقفوا معهم خلال مرضه ووفاته الشيخ. باسم المرحوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور حسين حسن بكر نتوجه بخالص التعزية إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو وحكومته، أيضا نتوجه بخالص التعزية إلى أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأمة الإسلامية جمعا. حقيقة أفتقد الكلمات لأعبر في هذا المقام عن رحيل والدنا الذي يعتبر ليس والداً للأسرة بل والداً للأمة التشادية جمعاء. إن الفقيد غني عن التعريف، فلقد قدم الكثير لبلده، عاش من أجل الوطن ومات من أجل الوطن. فنحن في الأسرة نعتبر بأن فضيلة الإمام والدنا هو والد الأسرة الأمة التشادية وقدم لها الكثير، ونحن إن شاء الله سنسلك هذا الدرب من أجل الوطن. فقيدنا كل إنسان مات ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وابن صالح يدعو له. فالفقيد قد قدم بإنجازاته صدقات جاريات كسار من أجل الوطن ومن أجل المواطنين. نحن مهما تحدثنا لا نستطيع أن نصب الكلام في فقيدنا، لكننا في ختام نشكر فخامة السيد باسم الأسرة، نشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة على الدعم المتواصل
للمرحوم منذ مرضه وحتى إلى أن لاقى ربه. نحن نعتبر ما قدمه الفقيد في خلال 27 عام فخامة السيد رئيس الجمهورية، إن فقيدنا عاش معكم 27 عاما من أجل هذا الوطن مناضلا لحتى أن تنعم الأمن الوطن بالأمن والاستقرار وأن نعيش جميعا في الحالة التي نعيشها الآن. هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذه المنة التي موجودة في بلادنا أتت ليست من فراغ، بل من جهاد وكفاح من فخامتكم والذي رافقكم فيه المرحوم لمدة 27 عام. في وجود المرحوم كنتم الوالد الثاني لهذه الأسرة، وفي غيابه أنتم الوالد الأول والأخير لهذه الأسرة. فنتمنى باسم الأسرة جميعا لكم التوفيق، ونتمنى أن تواصلوا مسيرتكم من أجل هذا الوطن، أنتم أيضا عشتم من أجله وستموتون من أجله. شكرا. الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان قدم كلمة باسم رفاق المغفور له بإذن ربه. فخامة الأخ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رأس الدولة، الإخوة الحضور جميعا، اليوم أصبنا بأمر جلل وهو موت أبينا وأخينا ومربينا وقائدنا وموجهنا الشيخ حسين أبكر رحمه الله. عرفته منذ 1997، عشت معه 20 سنة. هو الشيخ الذي عرف هذه البلاد تشاد في مجال الدين مع المسلمين في العالم، وهو الذي أنجز الكثير من المساجد والآبار والجامعات والمدارس وكفالة الأيتام وحلم جرة. إن لم يفعل فضيلة الشيخ إلا جامعة فيصل وفكره باختيار مقابر لماجي يكفيه من العمل، فهذا الشيخ هو المتواضع، عاش معنا كأخ وليس كمسؤول، يسمع من الكبير ويسمع من الصغير، وبابه مفتوح ليس له بواب، أي ليس له بروتوكول. فضيلة الشيخ حسين حسن أبكر، كل من أراد أن يقابله في مكتبه يقول فضل، يستمع منه ويتبادل معه الرأي ويتقبل منه كل رأي سليم. ولكن فضيلة الشيخ همه كله الوطن، كل يوم يوصينا يقول هذا الوطن أمانة عندكم، الأمانة في أيديكم، ويقول لنا ويردد كل يوم يقول المسؤولية لها تبعات، المسؤولية لها تبعات. وفي مرضه كلما أذهب إليه وهناك في أعمال نقوم بها حتى في المرض نحن متواصلين معه، يقول تعاونوا فيما بينكم، تعاونوا فيما بينكم، هذه كلمته إلى أن فارق الدنيا. إذن باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وباسم أعضائه وباسم العلماء وباسم الأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله وباسم العالمات الداعيات وباسم الأسرة والأصحاب والأحباء والرفقاء في داخل البلاد وخارجها، نشكر فخامة رئيس الجمهورية الأخ إدريس ديبي إتنو لوقوفه منذ المرض، منذ أن سافر إلى تركيا وإلى المغرب ثم إلى فرنسا إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. نشكره جزيل الشكر.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له في ميزان حسناته يوم القيامة. ونشكر جميع أعضاء الحكومة من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والبرلمانيون والوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمؤسسات الكبرى وإخواننا في الوطن من الكاثوليك والبروتستان وأتباعهم في هذا البلد، ونشكر جميع السفراء المعتمدين ببلدنا تشاد، ونشكر جميع المسلمين في هذا البلد من مسلم ومسيحي وغيره لوقوفهم معنا منذ اللحظة الأولى من مرضه إلى وفاته. كما عبر بعض المواطنين الذين حضروا المناسبة الرسمية لتأبين فقيد الأمة الذي كرس كل حياته لخدمة الوطن والمواطنين. الأب الأخ والقائد إذن لبعام رئيس الجمهورية رئيس الدولة لمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لأسرة ولجميع التشاهدين باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجنوب تشاد، أنا أعبر يعني بشخصية الإمام الذي لعب في أجل الوطن وفي حول التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، وقدم الكثير، وفقدنا رجل يعني رجل عظيم، ولذا يعني التعزيتنا الحرة لجميع الأسرة التشادية وداخل البلاد وخارج. أنا هنا حزنانين، الوطن كله حزنانا، واسمه شنو نقدمه يعني تعزيتنا الحرة لعائلة المرحوم، للأمة التشادية، للأمة المسلمة. يعني الشيخ حسين حسن أبكر خلى لنا فجأة كبيرة، ونحن يعني حزنانين ومتأثرين، والله يغفر له ويرحمه بالجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا اليوم حزنانين، وخاصة النساء المسلمات، عشان شيخنا الدكتور حسين حسن أبكر قدم كثير للمرأة التشادية وخاصة المرأة المسلمة. أسس رابطة النساء الدائيات العالمات، وأسس جمعية الحافظات القرآن، وأدى مجال كبير للمرأة المسلمة وأداء حقها وحق التعليم، وبنى مساجد كثيرة ومراكز للنساء في المحاور الأمية. وما شاء الله يعني نقول الله يكتب لي في ميزان حسناته. وبهذه الفرصة نقدم باسم الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد تعزيتنا الحارة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، ولأسرة الشيخ الدكتور حسين حسن، وللمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولكل الأمة التشادية. واليوم نحن في حزن كبير، ونقول اللهم يصبرنا واللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. حسين حسن أبكر دان آدم خدم كثير مع أنينا. أنينا خدمنا سوا عشان يجيب عافية في بلد، هو يشيف الناس كل سوا، كان كريتيان كان مسلمان كل سوا، وعشان هو والناس هنا هو أنينا لقينا عافية في تشاد. الله يرحمه بالجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم فقدنا أكبر زول في الدولة، هو كأخ كأب كرفيق في النضال، الإمام حسن حسين حسن أبكر. يعني قدم الكثير لتشاد لأبناء تشاد، وهو دائما وأبدا يعني هم الوحدة الأمة التشادية، كي يكون من جنوب ولا شمال، مسيحي ولا مسلم، وبالأخص لأمة المسلمة. اليوم فقدنا يعني أكبر زول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجرنا في مصيبتنا ويخلف لنا خيرا منها يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله فقدنا إنسان كبير لا يتعوض، رمز البلاد، دائما يحسنا، وخاصة النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول استوصوا بالنساء،
أما الدكتور حسين حسن البكر فهو كذلك قبل موته يقول استوصوا بالنساء، النساء شقائق الرجال، ودائما يقول المرأة والمرأة ويحس بالمرأة. فأنا فقدت منذ الصغر، فقدت والدي، والآن فقدت والدي الثاني وهو الدكتور حسين حسن البكر. نسأل الله عز وجل أن يتقمدوا برحمتي ونزل. وبعيد المراسم الرسمية بميدان الأمة، نقل جثمان الراحل وفقيد الأمة إلى الجامع الكبير للملك فيصل، حيث صلى عليه المئات من المسلمين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وأعضاء الحكومة وسلك الدبلوماسي وأعضاء المجلس على الشؤون الإسلامية، إلى جانب جمع لفيف من الأقارب والأهل والأصدقاء وتلامذة العلم القادمين من مختلف المؤسسات والمناطق. تقرير أحمد خبز جمعة. في جو يخيم عليه الأسى والحزن، انتظر المودعون جثمان الراحل فقيد الأمة التشادية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رحاب جامع الكبير، والذي وافته المنية يوم الأحد 14 يناير 2018 بجمهورية فرنسا عن عمر ناهض 70 عاما، وذلك بعد علة لازمته طويلة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بهذه التكبيرات العظيمات ودع المسلمون المشيعون الذين قدموا من مختلف الأحياء والمربعات والدوائر المختلفة، بالإضافة إلى القادمين من الأقاليم وخارج البلاد. فبعد الصلاة نقل جثمان الراحل فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر إلى مقبرة لاماجي إلى مثواه الأخير. رحل عنا الإمام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعد عطاء وإنجازات لا تحصى لصالح الأمة التشادية خاصة المسلمين. ترك إنجازات عديدة في مجال نشر الدين واللغة العربية والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغير ذلك، كما ساهم في إرساء داعم الأمن والسلام والتعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين. رحم الله الفقيد بأوسع رحمته مع الصديقين والشهداء وحسن رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وأقب صلاة الجنازة، فقد توري الثرى جثمان فقيد الأمة التشادية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر بمقبرة لاماجي بحضور رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وجمع كبيرة من المواطنين من داخل العاصمة نجمينا والقرى المجاورة له. محمود حسن سمبو هذا التقرير. بعيد أداء صلاة الميت على الشيخ حسين حسن أبكر رحمه الله في جامع الملك فيصل، فقد حمل جثمانه مباشرة في موكب جنائزي مهيب تميز بأجواء جد مؤثرة في نفوس كافة المشاركين في الموكب، بل على الذين كانوا أيضا على جانبي الطريق الذي اجتازه الموكب حتى المقبرة، حيث كان هناك أيضا الآلاف من المواطنين الذين قدموا من مختلف القرى المجاورة للمقبرة بهدف المشاركة في دفن جثمان فقيد الأمة التشادية. هذا ونظرا لهذا المصاب الجلل الذي أصاب البلاد بفقدان الشيخ حسين حسن أبكر، فقد كان في مقدمة جموع المشاركين في دفن جثمانه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس الحكومة باهيمي باداغي ألبير ورئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي ورؤساء المؤسسات الكبرى بالجمهورية وأعضاء الحكومة وعدد من نواب الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. فبعد الانتهاء من مراسم الدفن، فقد توجه المشاركون بالدعاء والابتهال إلى المولى عز وجل، داعين الله فيه بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فعقب ذلك فقد عاد الموكب في نفس الأجواء الحزينة إلى مقر إقامة المأتم الكائن بدار الفقيد بالدائرة الخامسة لاستقبال عزاء المعزين الذين قدموا من مختلف مدن البلاد، في مقدمتهم رؤساء المجالس الفرعية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
بهدف تقديم تعازيهم لأبناء وأسرة فقيد الأمة التشادية بحق إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد قدم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو تعازيه عصر اليوم إلى أسرة الراحل رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمنزل الراحل بحي أم رقيبة بحضور بعض أعضاء الحكومة. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. عقب مشاركته في حفل تأبين الدكتور حسين حسن بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وبعد إلقاء النظر الأخير للمرحوم وبعد الصلاة والدعاء عليه بالمسجد الكبير وأبو عيدة مغبرة لاماجي يتقاسم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الحزن مع أسرة وأصدقاء فقيد الوطن الدكتور حسين حسن بكر وذلك ببيت الراحل الكائن بهيئة أم رقيبة بالدائرة الخامسة. فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو قرأ الفاتحة على روح الفقيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور حسين حسن بكر سائلين الله له المغفرة وأن يدخله فصيح جناته ولأهله الصبر. هذه المناسبة الحزينة حضرها عدد كبير من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية ورجال الدين وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والسلاطين وجمع غفير من المواطنين. الدكتور حسين حسن بكر وفتح المنية في الساعات الأخيرة من يوم الأحد 14 يناير عام 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس. الراحل همه الوحيد هو خدمة الوطن وبث روح المحبة بين أبناء الوطن، كما كان الفقيد مثالا يحتذى به في مجال التأييد السلمي بين الأديان والحوار الاجتماعي، وكان يوصينا دائما إلى الأمل من أجل هذا الوطن ووحدته وأمنه وسلامته. الراحل الدكتور حسين حسن بكر ولد عام 1948 بمدينة أمدن بإقليم سلا، حاصل على البكالوريوس من السودان وعلى الدكتوراه من جامعة درمان الإسلامية بالسودان. كان رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد منذ العام 1991 حتى وفاته. الدكتور حسين حسن بكر تاركا وراءه 3 أرامل وأشر من الأولاد و7 بنات. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وأقب مراسم الدفن بمقبرة لماجي، فقد تلقت أسرة الفقيد التعازي من مختلف طبقات المجتمع المختلفة بمنزله الكائن بحي أم رقيبة. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما من مصيبة أكبر من مصيبة الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. ففي هذه اللحظات المؤلمة يعتصر القلب وجعا وتدمع العين لفراق الشيخ الإمام الأكبر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور حسين حسن بكر. فقد تلقت أسرته وذويه وأحبابه ورفاقه ومعارفه التعازي من جموع المسلمين بشتى طبقاتهم الاجتماعية ومسؤولياتهم الوطنية وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، فاجتمع هؤلاء جميعهم ليعزي بعضهم البعض في هذا المعزى. وإن هذه اللحمة الاجتماعية لدليل على مكانة هذا الرجل فقيد الأمة الإسلامية عامة والتشادية خاصة في قلوبهم، فأحب الخير للبلاد والعباد، وهذا الحب تجسد في هذه اللحظات الخالدة في نفوس وذاكرة الملايين من الشعب. وقع المجتمع خليها من الحوية. الآن عندك جنسية، عندك كرت دندكة، عندك البطاقة، عندك باسبورت، أنت تشادي جارنتي نمر واحد. فتبقى كلماته وتوجيهاته وإرشاداته خالدة للأجيال المقبلة بخلود التاريخ. تغمد الله الفقيد الشيخ الدكتور حسين حسن بواسع رحمته، سائلين الله أن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن رحيل فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر سيترك فراغا كبيرا في الساحة التشادية. الزميل خليل حسن صالح أدى تقريرا حول السيرة الذاتية لفقيد الأمة الإسلامية. حسين حسن بكر، فخامة الاسم تكفي، كان جبلا شامخا في أرض تشاد وعلما مرفرفا في سماء البلاد. ولد المرحوم حسين حسن بكر عام 1948 بمدينة أمدم بإقليم وداي. بدأ تعليمه في الخلاوي القرآنية وحلقات العلوم الشرعية بوداي، ليلتحق بالسودان حيث نال الشهادة الثانوية العامة هناك، والتحق بعدها بالمدينة المنورة بالجامعة الإسلامية حيث أكمل درجة البكالوريوس وتحصل بمكة المكرمة على دبلوم عالي لتدريب الأئمة والدعاة التابع لرابطة العالم الإسلامي، ليعود إلى جامعة أم درمان
حاملا معه مشروع الماجستير تحت عنوان تخريج أحاديث كتاب إرشاد الفحول في علم الأصول للشوكاني. ولم يكتفي المرحوم فقط بالماجستير، بل واصل في نفس الجامعة إلى أن تحصل على درجة الدكتوراه تحت عنوان رسالته تخريج الأحاديث المرفوعة في الجزء الأول من كتاب لسان العرب. كانت حياته العملية حافلة بالإنجازات، فكان مؤسسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد الذي ظل يرأسه إلى حين وفاته. وكان الإمام حسين حسن أبكر من ركائز التعليم العربي والإسلامي في تشاد، فلا نجد مؤسسة تعليمية أو مركزا إسلاميا لم يكن له الفضل في تأسيسه وإنشائه. وخير دليل وشاهد جامعة الملك فيصل وجامعة آدم بركة ومعاهد طيبة لتأهيل الحفاظ والمدينة القرآنية بكرل. يعتبر الشيخ حسين حسن أبكر علما بارزا في القمم والندوات الإسلامية خارج البلاد، وعضوا مؤسسا للكثير من الروابط والمؤسسات الإسلامية، كما أنه عضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وعضو الملتقى العالمي الأول للعلماء والمفكرين المسلمين بمكة المكرمة أيضا، وعضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وعضو مجلس أمناء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت. وبعد كل هذا التاريخ الحافل تخيم على سماء تشاد سحابة الحزن بعد فقدان حامل لواء الإسلام وحامل اللغة العربية في تشاد والناشر الأول للتعايش السلمي بين الأديان. ولا ننسى للراحل المقيم دوره البارز وصولاته في المؤتمر الوطني المستقل وبلاؤه الحسن في إقرار وتثبيت المادة 9 من دستور البلاد. رحل الفقيد في عمر ناحز 70 عاما تاركا وراءه عدد من البنات والبنين. تقبل الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وزاويه والأمة التشادية الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إليكم قراءة بعض البرقيات المقدمة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بوفاة الشيخ الدكتور حسين حسن البكر. برقية من قبل الرئيس الأسبق لجمهورية تشاد جوكوني ودي، تقدم بخالص التعازي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو وأسرة الفقيد والشعب التشادي في وفاة الشيخ رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دكتور حسين حسن بكر رجل تشاد وابنها صانع السلام والتعايش السلمي بين أبناء الديانات والطائف. وإن بفقده فقدت البلاد ابنا ورجلا وطنيا، نسأل الله أن يتغمدوا بأس رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا برقية تعزية لفخامة رئيس الجمهورية من السفارة الليبية بأن جمينة، قال تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة فقيد الأمة التشادية سماحة الشيخ الإمام الدكتور حسين حسن بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. فبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم سفارة دولة ليبيا بنجمينا إلى الشعب التشادي الشقيق بأحر التعازي والمواساة القلبية، داعية الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا ويلهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد عيسى سعيد خليفة القائم بأعمال بالسفارة الليبية أنجمينا تشاد. أيضا برقيات تعزية من قبل بعض سفراء، كل من السفراء موسى أحمد تاج الدين القنصل العام لجمهورية تشاد بالإمارات العربية المتحدة، السيدة كالزيبي ريماجيتا سفيرة تشاد بالكونغو برازافيل، وجد موسى عثمان سفير تشاد بتركيا، محمد صالح آدم جيرو المندوب الدائم لتشاد باليونسكو، يتقدمون بتعازيهم القلبي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وللأسرة والشعب التشادي والسيدة الأولى. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا برقية ناعي، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم. تلقت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية مكتب تشاد بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن ربه فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر رئيس مجلس أعلى الشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. وبهذه المناسبة الأليمة تنعى جمعية الدعوة الإسلامية مكتب تشاد رئيس الجمهورية
والشعب التشادي بصفة عامة وأسرة المرحوم بصفة خاصة. سعينا الله أن يتغمد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمه أهله وزويه والشعب التشادي الصبر وسلوان وحسن العزاء. عبد العاطي محمد أبو شعيرة مدير جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. برقية تعزية من قبل حزب الوفاق الوطني بوفاة الشيخ الدكتور حسين حسن أبو بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جمهورية تشاد، الرئيس الوطني لحزب الوفاق الوطني الشعبي كونابو السيد محمد نور مستفشر باسم وباسم كل المناضلين يتقدم بتعزية حارة لسيد الرئيس إدريس ديبي إتنو ولرئيس الوزراء ولعائلة الفقيد أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ولكل الأمة الإسلامية بتشاد. توقيع الرئيس الوطني محمد نور مستفشر. برقية تعزية من قبل الندوة العالمية للشباب ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. تلقى جميع منسوبي منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي خبر وفاة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور الإمام حسين حسن أبو بكر. نعزي أنفسنا والأمة التشادية بهذا الفقد الكبير، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما يتقدم سلطان درسيلا سعيد إبراهيم مصطفى بتعزيه لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأسرة فقيد الأمة التشادية الدكتور حسين حسن أبو بكر. داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. أيضا برقية تعزية من قبل مسؤول المركز الإداري بنك بنك عبد الله جبرين إدريس ومسؤول قوات الدرك بالمركز عمر أنغامي يقدمون تعزيم رئيس الجمهورية بفقيد الراحل الإمام الدكتور حسين حسن أبو بكر. أيضا جمعية البر للتنمية بفائق الأذى وبالغ الحزن تتقدم أسر جمعية البر للتنمية تعازيها الحارة لفخامة رئيس الجمهورية ولحكومة تشادية والأسر الفقيد والأمة التشادية خالصة وإلى الأمة الإسلامية عامة بوفاة فقيد الأمة الإسلامية الدكتور حسين حسن أبو بكر. توقيع محمد طاهر أمين صالح. وصلتنا برقيات التعزية لفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة وفاة فقيد الأمة الإمام حسين الدكتور حسين حسن أبو بكر. يتقدم الرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع شارع الأوسط بتعزيه لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برحيل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية متمنين لأسرته الصبر وحسن العزاء. أيضا تتقدم أسرة مدرسة الصداقة السودانية التشادية إدارة ومعلمين وطلاب بأحر التعازي بفقيد الأمة الإسلامية الشيخ الدكتور حسين حسن أبو بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد. سائلين الله عز وجل أن يتقمد بواسع رحمته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. مدير المدرسة حسن الإمام البشير. أيضا برقية تعزية لفخامة رئيس الجمهورية بعد سماع هذا النبأ الأليم وهو وفاة المرحوم الشيخ الدكتور حسين حسن أبو بكر رئيس مجلس الشؤون الإسلامية، فإن شيخ كانتون تاويا يتقدم بخالص التعازي لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأسرة المرحوم وأولاده وجميع أعضاء المجلس الشؤون الإسلامية بتشاد. أيضا يتقدم الشيخ دنا موسى ممثل سلطان أنجمينا في المملكة العربية السعودية بجدة يتقدم بالتعازي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأسرة المرحوم والشعب التشادي. توقيت دنا موسى ممثل سلطان أنجمينا بجدة. كما يتقدم رئيس مكتب الحركة الوطنية لإنقاذ الـMPS بجدة في المملكة العربية السعودية جدة محمد جبرين بتعزيه لرئيس الجمهورية برحيل الإمام الدكتور حسين حسن أبو بكر. كما تنعي رابطة العالمات الداعيات بجمهورية تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برحيل فقيد الأمة التشادية فضيلة الدكتور حسين حسن أبو بكر. وقال البيان رئيسة رابطة العالمات الداعيات بجمهورية تشاد الأستاذة زينب يوسف آدم. كما يتقدم الاتحاد العام لمؤسسة دعم اللغة العربية بإقليم وادي فيرة يتقدم بالتعازي الحارة لأسرة الفقيد الدكتور حسين حسن أبو بكر له الرحمة ولأهله الصبر والسروان. إنا لله وإنا إليه راجعون. توقيع رئيس حسين إبراهيم عبد الله برقو رئيس اتحاد عام لمؤسسة دعم اللغة العربية فرع إقليم والداي. أيضا برقي مرسوم رئاسي يحمل رقم 063 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماء مناصب مسؤولية باقتراح من الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالإصلاح والعلاقات مع الجمعية الوطنية. المادة الإدارة العامة المديرة العامة السيدة كيسادوي كينيكا لوي خلفا للسيدة أمينة كوجينا التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. المادة المديرة العامة النائبة السيد محمد
المدير العام النائب السيد محمد مالوم آدم خلفا لسيد عبد الناصر محمد نصر الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية على وزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح والعلاقات مع الجمعية الوطنية وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصي تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ويسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا في 16 يناير 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. إذا نختم هذه النشرة بقراءة هذه البرقية التي وصلتني على التو، حيث يتقدم سلطان دار الزغاوة طاهر عبد الرحمن حقال إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بتعزيه بفقيدة الأمة الشادية فضيلة الإمام الدكتور حسين حسن أبكر ولأسرة المرحوم والشعب الشادي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية، أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، ألقاكم